مشاهدي الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في لقاء جديد مع بداية أسبوع جديدة وبرنامج عالم الصحافة. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر شاشة قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، نقدم لكم آخر الأخبار الرياضية في الصحافة سواء المحلية العربية أو العالمية، فأهلا وسهلا بكم معنا. دائما البداية تكون مشاهدينا الكرام مع الصحافة المحلية، لكن بعد الفاصل. إذن مشاهدينا نبدأ بصحافتنا المحلية، ومن أبرز الأخبار في الصحافة المحلية لهذا اليوم هو مواصلة دوري فيفا لكرة القدم. فعاليات اليوم سيكون هناك الكثير من اللقاءات، سيلتقي فرسان القصر الأحمر بمتذيل الترتيب، وأيضا سيكون هناك ديربي المنطقة العاشرة بين أزرق الأحمدي وأبناء بوحليفة، بالإضافة إلى الاستعدادات التي يجريها مدرب العميد للقاء المرتقب مع فرسان الملكي. تفتتح الجولة الرابعة عشرة من دوري فيفا لكرة القدم اليوم بإقامة مباراتين تجمع الأولى الجهراء مع برقان والثانية الشباب مع الساحل. وفي المباراة الأولى فإن الجهراء يعيش حالة فنية جيدة بعد استعادة أغلب عناصره الغائبة، ويدرك المدرب ثامر عناد أن النقاط الثلاث مهمة جدا اليوم حيث ستقود فريقه إلى تقاسم المركز السادس مع السالمية. في المقابل يطمح برقان متذيل الترتيب إلى الاستفادة من فترة الراحة التي حصل عليها في الجولة الأخيرة. يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت جهودا كبيرة لإعادة تأهيل لاعبيه المصابين قبيل مواجهة القادسية غدا في الجولة الرابعة عشرة من دوري فيفا. وخضع لاعبو الأبيض المصابون لكشف طبي، واشتمل على وجه التحديد عبد الهادي خميس وسيراليوني محمد كامارا، حيث غاب الأول عن مواجهة الفريق أمام الفحيحيل، فيما شارك الثاني في الربع ساعة الأخيرة من المباراة. قمة نارية تشهدها الجولة الخامسة في كرة السلة مشاهدينا الكرام، حيث سيلتقي العميد المتصدر بوصفه السفير، وسوف أيضا يكون هناك في لقاء آخر حامل اللقب الملكي وسوف يقابل عنابي الجليب. أما في منافسات الكرة الطائرة فالاستعدادات للجهاز الفني لكل من العميد والقصر الأحمر تقول بأن المنافسة سوف تكون مختلفة وقوية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين غدا في بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة. تشهد صالة نادي الكويت مساء اليوم إقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة من الدار الممتاز لكرة السلة، حيث يلعب حامل اللقب القادسية مع النصر ثم يلتقي الجهراء مع العربي، وتختتم لقاءات اليوم بلقاء القمة بين الكويت وكاظمة، وينفرد الأبيض في صدارة ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط ويتقدم على كاظمة ب7 نقاط والقادسية والجهراء 6 نقاط ثم النصر 5 نقاط وأخيرا العربي ب4 نقاط في المركز السادس والأخير. أكد مدرب فريق الكويت للكرة الطائرة التونسي خالد بلعيد جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الجهراء غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد للعبة. من جانبه أكد مدرب الجهراء خالد المطيري أن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، لكل مباراة ظروفها، فالكويت فريق قوي ويحمل لقب الدوري ولديه طموح قوي في مواصلة المشوار حتى النهاية، والجهراء استعد بشكل مميز ويتمتع حاليا بمستوى أفضل. طبعا كانت هذه أبرز الأخبار في صحافتنا المحلية مشاهدينا الكرام في الصحافة العربية.
نبدأها من المنطقة الخليجية، حيث حلقت الكتيبة العسكرية في دوري نجوم قطر بعيدا في الصدارة بعد الفوز اللي حققه في ختام لقاءات المرحلة 24 من دوري نجوم قطر لكرة القدم. بالمقابل في المملكة العربية السعودية يستضيف ملعب الجوهرة المشع في مدينة جدة لقاء الكلاسيكو المرتقب بين العميد وضيفه الزعيم بقمة مواجهات الجولة 20 من دوري جميل. حقق فريق الأخوية الفوز على الخراطيات بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الخور في ختام مباريات الأسبوع 23 لدور النجوم القطري، وبهذه النتيجة رفع الأخوية رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن السد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الخراطيات عند 25 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب. يحل فريق الهلال ضيفا على نظيره الاتحاد مساء اليوم في كلاسيكو سعودي مثير على ملعب الجوهرة المشع بمدينة جدة ضمن مواجهات الأسبوع 20 من دوري جميل للمحترفين، ويسعى الهلال لمواصلة التحليق في صدارة ترتيب الدوري ب 47 نقطة، بينما يسعى الاتحاد صاحب المركز الثالث ب 41 نقطة إلى تقليل فارق النقاط وإشعال المنافسة. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام بخصوص الخبر الأخير في الصحافة السعودية بالتحديد نأخذ هذا الاتصال الهاتفي مع الإعلام الرياضي السعودي الأستاذ محمد الشيخ. أستاذ محمد أرحب فيكم، أقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخو فواز، أمسي عليك وعلى المشاهدين. حياك الله أستاذ محمد. أنا قبل الله أطرح الأسئلة ودي أتقدم باسم أسرة برنامج عالم الصحافة بجزيل الشكر لك ولجميع إخوانك الصحفيين في الإعلام الرياضي السعودي وأيضا الإعلام الرياضي الخليجي والعربي على تواصلهم حقيقة الدائم معنا وإعطائنا يعني جزء من وقتهم للإجابة على استفساراتنا بخصوص الأخبار المحلية في دولهم، فكل الشكر لك أستاذ محمد الشيخ ولجميع الإعلاميين والصحفيين الرياضيين. خروح لي يعني الكلاسيكو المرتقب هذا المساء في الكلاسيكو السعودي وخاصة الكلاسيكو المنطقة الغربية في جدة، نتكلم عن استعدادات هذا الكلاسيكو أستاذ محمد. نعم، أول شيء لا شك على واجب، هذا واجبنا خصوصا تجاه قناة عزيزة وتجاه برنامج ناجح. بالنسبة للكلاسيكو هو اليوم فيصل لحسم الدوري أو تأجيل هذا الحسم. الهلال إن فاز اليوم على الاتحاد في مباراة هي الأهم بالنسبة له في الموسم، سيصعد الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين أقرب منافسيه نادي النصر، وإلى 9 نقاط بينه وبين الاتحاد والأهلي، وبالتالي ستكون المنصة على مرمى حجر من الهلال. عدا ذلك لو فاز الاتحاد سيستطيع أن يلحق في الاتحاد أو يقترب من الاتحاد. التعادل سيبقى الحال وكأن الجولة لم تلعب باعتبار أن النصر خسر بالتعادل أمام الفيصلي والأهلي خسر بالتعادل أيضا أمام الخليج، إذن هي جولة أكون أو لا أكون بالنسبة للهلال تحديدا وكذلك بالنسبة للأندية. الكل يوم سيتوحد، كل الأندية المنافسة ستتوحد اليوم ضد الهلال. أستاذ محمد، في غيابات بالطرفين في لقاء اليوم؟ لا يوجد غيابات على صعيد الفريقين إلا بالنسبة للهلال، قد إلى الآن لم تتأكد حتى اللحظة سالم الدوسري مرجح أن يغيب بسبب إصابته في مشط القدم. الهلال يعني يمكن الكل يعلم بآخر 3 مواجهات بين الفريقين لم يتمكن من الفوز، اليوم يعني من المحتمل أنه يفوز، في هناك يعني دلائل تشير إلى هذا الاتجاه أم سيبقى الوضع كما هو عليه؟ ومن هو الفريق الأجدر بالفوز بوجهة نظرك أيضا أنت كمتابع للدوري الجميل؟ طبعا من المفارقات العجيبة أن آخر 3 جولات يفوز الاتحاد، حتى في الاتحاد في أسوأ ظروفه، لكن اليوم أعتقد الظروف موازية. قوة الاتحاد تكمن بالدرجة الأولى في جماهيره، قوة الهلال في عناصره وتطلعه للدوري. أنا أعتقد أن المباراة أقرب إلى التعادل منها إلى فوز أحد الفريقين. نذكر السادة المشاهدين عن موعد المباراة اليوم. المباراة ستقام الساعة 48 تقريبا دقيقة على ملعب في جدة، وملعب الجوهرة ستكون بالفعل هي يعني قمة الكرة السعودية هذا الموسم. عموما الأستاذ محمد الشيخ الإعلام الرياضي السعودي، احنا كنا سعداء جدا بأخذ هذا الاتصال الهاتفي، مرة ثانية أشكرك وأتقدم جزيل الشكر لك ولجميع الإعلاميين الرياضيين السعوديين والأخوة العرب اللي شاركونا الإجابة على استفساراتنا من خلال برنامج عالم الصحافة، كل الشكر لك أستاذ محمد مرة ثانية. إذن مشاهدينا مستمرين معكم بعد الفاصل، لدينا الصحافة العالمية وفيها الكثير من الأسئلة والأجوبة، فابقوا معنا.
إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى فقرة الصحافة المحلية أو العالمية عفوا. مثل ما قلت لكم هناك الكثير من الأخبار والأسئلة والأجوبة والتي سيتصدى للإجابة عليها رئيس القسم الرياضي في صحيفة الراي الأستاذ سهيل الحويك. أستاذ سهيل رحب فيك وحياك الله معنا في برنامج عالم الصحافة. تسلم. وأنا سعيد جدا أكون أول مرة أستضيفك في هذا البرنامج. بتشرف أنا كمان. لي الشرف. طبعا مثل ما قلت للسادة المشاهدين هناك الكثير من الأسئلة في الصحافة العالمية. يمكن مشاهدينا الشياطين الحمر تحت قيادة سبيشال ون فقدوا هيبتهم وفقدوا الكثير من النقاط خاصة في مسرح الأحلام. هذا الإهدار يعني للعديد من النقاط أثار الكثير من التساؤلات والكثير من علامات الاستفهام على سبيشال ون. أيضا مدرب الجانرز أصبح هدف للصحافة الإنجليزية ولكتابها والانتقاد الكثير لا نتيجة تخبطاتها المتتالية في البريمير ليج، وعكرت إصابة البلجيكي صفو النادي الجنوبي المنتصر على الذئاب. هذه أبرز الأخبار في الصحافة المحلية نشوفها ومن ثم نعود. تعثر مانشستر يونايتد على ملعبه عدة مرات وآخرها ضد بورنموث، مما جعله في المركز السادس على مدار 3 شهور. ووجد مورينيو نفسه في حيرة شديدة حيث باتت المباريات التي يلعبها بمعقل الفريق بمثابة الكابوس، لأنه يسيطر ويستحوذ ويهدر أكثر من 20 فرصة ثم يجد نفسه متعادلا مع ضيفه. وفقد اليونايتد في أولد ترافورد 17 نقطة كانت كفيلة بوضعه على قمة الدوري. ترسخت الفكرة في أذهان جماهير أرسنال ويبدو أنهم اقتنعوا بقوة بضرورة رحيل المدرب الفرنسي أرسن فينجر بعد أداء مخيب كلف الفريق خسارة المركز الرابع إثر السقوط أمام ليفربول ب3 أهداف لهدف. وردد أنصار الجانرز عبارة فينجر أوت لخوفهم من استمراره مع الفريق اللندني، رغم أن مراقبين يعتقدون أن مسيرة الرجل الملقب بصانع النجوم تلفظ أنفاسها الأخيرة. تعرض دولي البلجيكي ميرتينز نجم فريق نابولي لإصابة بكحله أمام روما تسببت بخروجه في خلال الشوط الثاني. وكشفت صحيفة كوريري إلى أن التشخيص الطبي الأول يشير لتعرض اللاعب لتمزق عضلي قد يمنعه من المشاركة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، وهو ما يثير رعب جماهير النادي الجنوبي. إذن أستاذ سهيل خلينا نبتدي مع فريق مانشستر يونايتد، ويعني هذا الإهدار للنقاط وفقد الهيبة مثل ما قالت الصحافة الإنجليزية لفريق مانشستر يونايتد بعد إهداره للنقاط في معقله في الأولد ترافورد، وجهة نظرك شنو السر وراء هذا الإهدار الكبير في عدد النقاط في أرضك؟ يعني احنا بنعرف أنه إذا كان مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي ولا تشيلسي ولا أرسنال ولا يعني أي نادي من عندي القمة بإنجلترا بدوا هيدا الموسم بطموح إحراز اللقب. لما أنت تجي كمانشستر يونايتد تفقد 17 نقطة بأولد ترافورد، هيدا طبعا بده يوجه صوبك يعني اتهامات كثيرة. 17 نقطة لو مورينيو حققهم على أرضه مع اليونايتد كان كفيل أنه يكون حاليا بالصدارة. حاليا هو بالمركز السادس ب49 نقطة، إذا أضفنا عليهم 17 نقطة بصير معه 66. الأسباب كثيرة، بس بحب شغلي هون أذكر فيها أنه جوزيه مورينيو لما بلش مشواره بالتدريب بلش بالبرتغال بنفيكا، بعدين راح على بورتو، بعدين راح على تشيلسي، بعدين راح على الإنتر، بعدين راح على ريال. تصور أنه من سنة 2004 إلى سنة 2011 لم يخسر أي مباراة على أرضه، كان دائماً سلاحه أنه هو على أرضه قادر أنه دائماً يفوز، ولكن بمدريد بلش يفقد هيدي السمة. هلأ تنحكي نحن عن الأسباب المباشرة لتحقيق هيدي إهدار النقاط بأولد ترافورد، أنا برأيي أنه مورينيو ما عم يقدر يمكن يجهز اللاعبين يلي معه، فضلا عن انه ما بدنا نحن ننسى انه مورينيو تسلم فريق جديد مع فان جال بالسيزون يلي طاف، كان في عنده نجوم ولكن حاليا جاب هو نجمين يلي هن ابراهيموفيتش وبوجبا، هدول اللاعبين بدهم شويه وقت. ولكن انا برجع بقول انه اذا انا بدي وجه اصبع اتهام لحدا لازم وجهه لمورينيو، لانه مورينيو هو اللي لازم يلعب على المعنويات، هو يلي لازم يكون عنده دور المحفز
اللاعبين، وبالنهايه نحن بنعرف انه مورينيو اجى على مانشستر يونايتد حتى يحفز اللاعبين ويحقق الالقاب، وخاصه هو ملك في هذا الاسلوب، في اسلوب تحفيز اللاعبين ايضا. بالضبط هو استفزاز الصحافه في اكيد 100% نفسه. ايضا في المقابل لو نروح لفريق اخر وهو الارسنال، البعض يرى ان فينجر كان يجب ان تكون نهايته من مواسم عده ماضيه، لكن البعض يرى ان هذا الموسم هو نهايه فينجر، وجهه نظرك؟ يعني احنا بنشوف انه فينجر له بارسنال 20 سنه. النقطة اللي بحب انا هلا اثيرة هي انه ادارة يعني ادارة النادي دائما تجد نفسها مديونة لفينجر، لانه فينجر حقق اموال طائلة جدا، كان دائما يجيب اللاعبين الصغار مثل فابريغاس يرجع يبيعهم، فمن ناحية الإدارة ومن ناحية تجارية ملك يعني فينجر ملك، ف يعني عم يقدر يحقق طموحات النادي على المستوى المادي، ولكن على مستوى السكورز على مستوى الألقاب بعتقد أنه السجل كتير واطي. يعني نحن بنذكر بس على السريع أنه أخذ الدوري الإنجليزي 3 مرات، أخذ الكأس 6 مرات، وأخذ الدرع، يعني الدرع ماشي، ولكن على المستوى الأوروبي لم يفز بأي لقب. بس هم بحب شير أنه وصل سنة 2006 لنهائي تشامبيونز ليج مع برشلونة وخسر 2-1 من بعد طرد الحارس ليمان، هيدي هي المباراة الشهيرة، وكمان وصل لعدة نهائيات أوروبية ولكن لم يكتب له النجاح. بما أنك تكلمت على البطولات الأوروبية والمباريات الأوروبية، يعني هناك أيضا في هالاسبوع راح نشوف يعني استئناف لمباراة دوري ابطال اوروبا، وخاصه لقاء نابولي وريال مدريد. نعم. وغياب مارتينيز عن نابولي، مدى تاثير هذا الغياب في هذا اللقاء؟ اوكي، بس عفوا بدي اعرج شوي على الموضوع السابق، انه هلا حاليا الاسم المطروح لخلافه فينجر حاليا هو أليجري مدرب اليوفي، هيدا اكثر شيء اللي عنده الاسهم اللي هو ممكن يتولى قياده يعني بدا طرح اسماء لخلافته. نعم، وجرى فتح يعني يقال بحسب ما نحن عم نتابع، يقال انه سوف يجري فتح قناه اتصال يعني مع يعني اوكي في قناه اتصال، وبلش من هالوقت يحط اللاعبين اللي بده اياهم المدرب الايطالي. هلا خلينا نرجع على الموضوع نابولي وريال مدريد وغياب مارتينيز. بالضبط، مارتينيز كثير تالق بالفتره الاخيره، وكمان كان في سعي انه يروح يلعب بالصين، فابيو كانافارو الايطالي عم يدرب بالصين، فكان بده ياخذه لمارتينز، ولكن مارتينز طبعا فضل ضل بايطاليا. اصابته كثير خطره، نابولي حاليا بحاجه لكل اسلحته ليواجه ريال مدريد، خصوصا انه خسر بالذهاب 3-1، ولكن المباراه اللي صارت امبارح وشهدت فوز نابولي على روما بالدوري الايطالي، هيدا رح يعطي حافز لنابولي بمواجهه الريال. يعني شلون شفت اللقاء هذا بين نابولي وروما بما انك تحدثت عنه؟ يعني اذا بتطلع على تفاصيل الجيم بتشوف مثلا انه روما استحوذ على الكره 56% مقابل 44. اذا بنشوف نحن التسديدات على المرمى، روما 12 اما نابولي 4. فعلى ارض الملعب كان روما افضل، ولكن بالنهايه الانتصار اللي حققه نابولي رح يكون دافع كبير بالنسبه له. وانا برايي انه اصابه ميرتنز اللي هو حامل جنسيه بلجيكية راح تأثر شوي على الفريق، وخاصة في لقاء أمام ريال مدريد. بالضبط 100%. خروح لمكان آخر ونذهب إلى إسبانيا، فالكل يسأل إلى أين يا برغوث؟ هذا السؤال يتم تداوله حاليا في إسبانيا ووسائل الإعلام العالمية، لا سيما وأن ليو لم يجدد عقدا مع البلوغرانا حتى الآن. وأخيرا ألمح المدير الرياضي في البرشا إلى هوية المدير الفني القادم مبينا أنه أحد أبناء النادي. أثارت الطريقة التي احتفل بها النجم ميسي بهدفه في مرمى سيلتا فيغو الكثير من الجدل. ميسي قاد البرسا لسحق السيلتا بخماسية نظيفة بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما، وأشارت التقارير إلى إشارة ميسي خلال احتفاله بهدفه الأول، والتي استخدم يده بوضعها على أذنه كهيئة المتحدث في الهاتف في إشارة مجهولة نحو المدرجات، فسرتها بعض التقارير بأنها رسالة ضمنية لإدارة ناديه لسرعة تجديد عقده. كشف روبرت فرنانديز المدير الرياضي لنادي برشلونة عن الشروط المحتملة في المدرب القادم للفريق خلفا للويس إنريكي، وعلى الرغم من التقارير التي تربط جورج سامباولي بتدريب البارسا، إلا أن فرنانديز أكد على أن الأولوية ستكون لمدير فني سبق له التواجد في النادي الكتالوني. سهيل، أي حركة يسويها ميسي
تثير الجدل. حقه بصراحه يعني. حقه يعني فعلا فعلا ميسي بغض النظر اذا بتحبه ولا لا، ميسي حاليا هو افضل لاعب بالعالم، انا لم اقل في التاريخ، اقول في العالم حاليا، لانه عن جد عم بقدم كل اسبوع لوحات رائعه جدا. هلا بالنسبه للحركه اللي اثارت بعض اللغط، انه لما سجل هدف مثل كانه هو عم يحكي على الهاتف، في كثير ناس فسرتها انه قصده يوجه رساله للاداره، لانه يعني كاني انا قاعد يعني اتلقى اتصالات. ايه بالضبط، ولكن ميسي مش بحاجه، يعني انا برايي مش بحاجه ميسي يحكي الاداره، ميسي هو اللي عم يختار يمكن التشكيله ببرشلونه، هو اللي عم بيختار المدربين لسبب. يعني امس انا بالليل قعدت فتش ليش هذا، طلعت انه ابن اخوه اللي هو باسبانيا حاول يتصل فيه قبل الظهر، فكان ميسي عنده شغل فحب انه شو يقدم له هذا الهدف، وكان ابن شقيقه بالمدرجات فطلع فيه وعمل كانه انا سوري ما حكيتك هلا عم بحكيك انا. ولكن ما نشير هون انه ميسي عقده بينتهي بال 2018، لويس سواريز من كم يوم كان له تصريح هجومي عم بيقول انه ميسي هو افضل لاعب بالعالم، افضل لاعب، افضل من دييغو مارادونا، افضل من واو واو واو، ويجب انه يضل ببرشلونه. بعتقد انه الاداره تاخرت، ولكن ميسي رح يبقى ببرشلونه، لانه برايي الشخصي لا يجرؤ على ترك برشلونه، خاصه انه هو يعني يمكن فاوض الاداره بالاستغناء عن عده لاعبين للبقاء في الفريق. صار في تطور بخصوص هذا الموضوع، يعني في شغله نحن يعني حاليا هلا نحن عم نقرا انه ميسي ما بده بقى وجود البرازيلي نيمار. هيدي اشاعات، هذا شيء مزبوط، هذا شيء يعني ما فينا نحن نحدد، ولكن لا احد ينكر بانه لبرشلونه اليد الطولة في اخذ القرارات سواء مع برشلونه وسواء مع المنتخب. حاليا نحن ما نعرف قد ايه عنده سطوه بمنتخب الارجنتين رغم انه لم يحقق اي لقب. صحيح. فهيك كان هو حب يوجه هيدي التحيه لابن اخوه. اذا يعني ايضا فريق برشلونه امس قدم اداء رائع في لقائه، ويعني لكن هذا الاداء الرائع هل سيكون متواجد هذا نفس الاداء هذا في لقاء العوده امام فريق باريس سان جيرمان، خاصه يعني ما شفنا احنا الفريق مباراة الذهاب كيف كانت النتيجة فيها؟ يعني في شغلة، إذا برشلونة رح يلعب بنفس الأداء اللي لعبه بمباراة الذهاب ضد الفريق الباريسي أكيد مش رح يربح. يجب أن يقدم برشلونة أداء خارق حتى يقدر يعود 4-0. نحن بنعرف أنه الفريق يعني أنت بالتشامبيونز ليج ما رح تكون عم تلعب ضد لا ريال سوسيداد، عم تلعب ضد فريق باريسي جاهز، باستوري كافاني. ومن وصل هذه المرحله هم النخبه يعني. بالضبط. ولكن بحب هون شير انا هيك بسرعه على عجاله، انه التشامبيونز ليج شهدت خلال التاريخ تبعها يلي بيمتد كثير سنين، شهدت كثير مباريات جرى فيهم انه قلب النتيجه بين الفرق الكبيره. بس بسرعه بدي اقول لك اثنين على السريع، سنه 86 وال 85 86 منشن جلادباخ كان فايز على ريال 5-1، رجع ريال فاز 4-0. سنة 2003-2004 ميلان وديبورتيفو، ميلان كان فايز على أرضه 4-1، خسر خارج أرضه 4-0 وخرج. سنة 2003-2004 كمان ريال مدريد موناكو الفرنسي 4-2 لريال، رجع موناكو ربح 3-1 وتأهل. سنة 99-2000 تشيلسي برشلونة، كان تشيلسي فايز 3-1 5-1 بكامب نو وتأهل برشلونة. والأخيرة 2011-2012 نابولي تشيلسي 3-1 4-1. فكل شيء قائم، ولكن بتقديري وبرؤيتي أنا أجد أنه من الصعوبة بمكان أنه برشلونة يتفوق على باريس سان جيرمان. هو بالمجمل يعني هالأسبوع هذا يعني أسبوع إثارة لدوري أبطال أوروبا، والمشاهدين يعني يستمتعون في مشاهدة هذه المباريات سواء مباراة ريال مدريد أو مباراة برشلونة. لكن خلنا نبقى في برشلونة، واضح أن سياسة برشلونة دائما الاعتماد على أبناء النادي خاصة في المجال التدريبي. من بوجهة نظرك سيخلف لويس إنريكي؟ مشكلة كبيرة، يعني دائما نحن متابع في إنجلترا أنه مدرب منتخب إنجلترا هيدا المنصب وأصعب وظيفة في إنجلترا. صحيح. لأنه كل الجمهور الإنجليزي هو محلل ويتعرض لانتقادات جمة. أنا برأيي أنه أي مدرب سوف يتولى تدريب برشلونة رح دائما تجري مفاضلته مع بيب غوارديولا دائما. صحيح. بيب غوارديولا اجى خلال فتره صغيره حقق 14 لقب، اعاد برشلونه الى البريق. حاليا اي مدرب بدك تجيبه رح يكون تحت الضغط. انريكي تصور يعني انريكي حقق الدوري مرتين، حقق الكوبا ديل ري كاس اسبانيا مرتين، حقق كاس سوبر مره، حقق تشامبيونز ليج مره، سوبر الاوروبي مره، كاس العالم مره، ورغم كل هيدي الالقاب يلي ممكن مدرب يقعد 10 سنين مع اي نادي يحقق لقب واحد ويعملوا له ما بعرف شو يعملوا له، ولكن انريكي حقق ألقاب كثير، ولكن يعني إنجازاته أيضا بالضبط يعني قوية يعني. بالضبط. هلأ حاليا في عنا تقريبا بين 4 و5 أسماء، في عنا
أوزوي هذا مساعده لإنريكي مرشح أنه هو يحل مطرحه، هو كمان من أبناء النادي. في عنا كومن اللي هو الهولندي كان لاعب مع برشلونة وحقق هدف الفوز سنة 92 ضد سامدوريا بنهائي الشامبيونز ليج، حاليا بإيفرتون كمان مرشح يجي. هذا رونالد كومن، إيه رونالد كومن الهولندي. في عنا فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو الحالي. في عنا زيبيو اللي هو كان ببرشلونة وحاليا مدرب البي بارسا بي. وعندنا مدرب أشبيلي اللي هو سان باولي أرجنتيني، مارادون ميسي بحبه لسان باولي، ممكن يلعب ميسي مثل ما قلت من شوي انه ممكن ميسي سوف يدفع باتجاه سان باولي، ولكن سوف ننتظر ونرى. يعني قرار عند ميسي، ولا لان في اخبار تقول يعني الارجح انه رونالد كومان. يعني رونالد كومان اوكي، ولكن برايي انه رونالد كومان غير قادر على تطبيق التيكي تاكا. ما بعرف اذا رونالد كومان رح يكون الخيار السليم ببرشلونه. اذا الاستاذ سهيل حويك رئيس القسم الرياضي في جريده الرايح، احنا كنا سعداء جدا تكون ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم برنامج عالم الصحافه. كل الشكر لك على اجابتك على استفساراتنا. بتشكرك جدا، وحضرتك مريح جدا بالاسئله وبالحضور. حياك الله. حياك الله. إذن مشاهدينا احنا كذي نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عالم الصحافة. في الغد إن شاء الله لنا لقاء جديد. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الأخوة الزملاء، في أمان الله.